أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من المشهد المغاربي. من جديد تعود قضية الأساتذة المتدربين في المغرب لتطفو على السطح، حيث اختار الأساتذة التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية بعد إعلان نتائج اختبار للتوظيف أسفر عن رسوب 150 أستاذا متدربا، وانتهت مصادر واتهمت مصادر من داخل التنسيقية الأساتذة أو تنسيقية الأساتذة اتهمت الحكومة بانتهاك الاتفاق الموقع في شهر أبريل الماضي بين التنسيقية والحكومة والقاضي بتشغيل الفوج كاملا غير منقوص. واعتبرت المصادر ذاتها أن أغلب الأساتذة المتدربين الراسبين لم يرسبوا في الاختبار بسبب نقص معرفي أو ضعف في التأهيل، وإنما رسبوا بسبب انتماء البعض إلى جماعات غير مرخص لها مثل جماعة العدل والإحسان، أو بسبب نشاط آخرين داخل تنسيقية الأساتذة المتدربين. وكان حوالي 10,000 من الأساتذة المتدربين قد خاضوا معركة مع الحكومة استمرت عدة أشهر في واحد من أكبر مظاهر الاحتجاج بالمغرب خلال سنة 2016 و2020. كان ذلك بسبب مرسومين أصدرتهما الوزارة يحرمهم من التوظيف المباشر بعد التكوين، واستطاعوا الحفاظ على ربط التكوين بالتوظيف. ما هي أسباب سياسة الشد والجذب التي تمارسها الوزارة مع الأساتذة المتدربين؟ وما حقيقة ما قيل أنه استهداف للمدافعين عن حقوق هؤلاء الأساتذة؟ الزميل نبيل عبد اللاوي والتقرير التالي الذي يرصد فيه أهم فصول هذه المعركة. بعد مرور قرابة 9 أشهر على توقيع محضر تسوية ملف الأساتذة المتدربين خلال أبريل الماضي الذي أنهى أشهرا من الاحتجاج والغليان، يبدو أن صفحات الملف لم تطوى بعد، وذلك بعد أن أعلنت تنسيقية الأساتذة المتدربين أن الأزمة لا زالت قائمة، وخروجهم الأحد المقبل في مسيرة وطنية بالرباط ردا على نتائج مباراة التخرج النهائية والتي تم خلالها بحسبهم ترسيب قصري ل 150 أستاذا وأستاذة. وسجل بلاغ للتنسيقية المذكورة أن مسيرة الوفاء التي سيخوضها الأساتذة المتدربون تأتي من أجل الرد على الخروقات السافرة لمحضري 23 و 21 أبريل 2016 من طرف الدولة، مبرزا أنه تم تشكيل لجان للمتابعة والتواصل مع الأساتذة والنقابات وهيئات المجتمع المدني من أجل عقد ندوة صحفية وإطلاق حملة إعلامية وطنية، وكذا توزيع نداءات المشاركة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها الأحد المقبل. وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين قد اتهمت وزارة بالمختار بارتكاب خروقات سافرة لمحضري 23 و 21 أبريل الموقعين مع الدولة كما يقولون، محملة إياها مسؤولية عودة الأطر التربوية إلى الشارع من جديد وشل حركية التدريس بالمؤسسات التعليمية خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد أن راجت أخبار تفيد أن الوزارة الوصية رصبت بشكل قصري بعض الأساتذة كونهم كانوا من المؤطرين للحركة الاحتجاجية السابقة. إذا مشاهدينا الكرام، الوقوف على حيثيات هذه السياسة وهذه العلاقة المتوترة بين الأساتذة المتدربين ووزارة التربية الوطنية، معي من الرباط الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم الأستاذ يوسف علكوش. أستاذ يوسف، مرحبا بك. بداية، ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه السياسة بين الطرفين، الأساتذة المتدربين ووزارة التربية الوطنية؟ شكرا على الاستضافة. مرحبا. أود في البداية أن أحيطكم علما بالأجواء التي تمت فيها التفاوض وصولا إلى اتفاق 13 و 21 أبريل 2016 والذي أفضى إلى اتفاق يقضي بتوظيف الفوج كاملا. نعم. الأجواء كانت تتراوح بين مد وجزر، وكان أساس الاتفاق هو منسوب الثقة الذي أسسنا على أساسه، يعني إرجاع الأساتذة المتدربين إلى التكوين، وأيضا يعني الاتفاق على
مقتضيات تسعى في الأخير إلى الحصول على دبلوم تأهيل تربوي وأيضا التوظيف بقطاع وزارة التربية الوطنية. إلا أننا تفاجأنا بعد الإعلان عن نتائج مباراة التوظيف، وهي للإشارة مباراة للتوظيف للتنافس أو التباري على المناصب المالية، ولا تحدد بالمطلق الكفاءة التربوية التي تحددها دبلوم التأهيل التربوي الذي حصل عليه جميع الأساتذة، إلا باستثناء 8 حالة فقط حصلوا على دبلوم التأهيل التربوي الذي يحدد يعني الكفاءة المهنية، وهو يعتبر شرطا من شروط اجتياز مباراة التوظيف. نعم. اليوم في الندوة الصحفية تبين بالملموس أن هناك أزيد من 20 حالة، كلها من منسقي الجهات والأقاليم الذين بشروا معنا عمل التعوض، واكبوا معنا لجنة التتبع، يتم ترصيدهم بشكل علني، لا سيما وأن يعني كل المعطيات تفيد أن هؤلاء الأساتذة والأستاذات قد اجتازوا بنجاح وبكفاءة عالية كل الاختبارات التي انطلقت من الالتقاء أي قبل مولوج المركز وصولا إلى مباراة التوظيف. طيب أستاذ يوسف، أستاذ يوسف، يعني جميل هذا السرد لأنه مهم جدا أن نفهم سير العملية، لكن قالوا على الأقل أساتذة المتدربين في بيانهم وفي الندوة الصحفية اليوم أنه الاتفاق الذي حصل في شهر أبريل السنة الماضية لم تلتزم الوزارة بكل شروطه، وكان أهم شرط أن تقع مباراة شكلية وبعدها يمر كل هذا العدد من الأساتذة تجاوز 9000 يمر كله إلى التوظيف. النتيجة الآن لم يقع ما اتفق عليه حسب ما قال الأساتذة المتدربون. الوزارات في ردها تقول أننا لم نتفق على تمرير الفوج كاملا، اتفقنا على المضي وخوض غمار هذه الدورة أو هذا الامتحان. أين الحقيقة في 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 هذين الموقفين يعني؟ نعم، مع هذا الطرح أجدني مضطرا لتفسير وتوضيح الرؤية للجميع. أولا، عندما نقول في محضر 13 أبريل توظيف الفوج كاملا، يعني صراحة وليس ضمنا أن الجميع سيتم توظيفه. نعم. وبالتالي سواء اجتاز المباراة أو لم يجتازها فالدولة ملزمة بتوظيف الفوج على اعتبار روح ونص الاتفاق الذي يقضي بتوظيف الفوج كاملا، لا يحتمل اي تفسير او اي تسليم. المحضر واضح وموقع ولا لدينا نسخه، وكنا بين الاطراف الموقعين على هذا المحضر. ثانيا، ان مباراه التخرج التي كان معمول بها قبل السنه المرسومين نعتبر ان المرسومين هو القاضي بفصل التوظيف على التكوين وتخفيض المنحه، هذه المرسومين هم الذين احدثوا مباراه تسمى مباراه التوظيف. نعم. يعني مباراه التوظيف الا شيء واحد هو التنافس على المناصب الماليه، بمعنى ان هناك نيه لتقليص المناصب الماليه، وان هناك ايضا الهدف من ذلك هو تكوين عدد يفوق عدد المناصب الماليه. تم الاتفاق على الرفع من عدد المناصب الماليه، اكثر من ذلك ان مباراه التوظيف الان تتوفر على مناصب ماليه تفوق العدد الحقيقي لعدد المتبارين على حول هذا المنصب، بالتالي لا نجد اي تبرير الا تصيب مقصود لهؤلاء الاساتذه والاستاذات، ولا سيما ان جلهم كانوا يخوضون معارك شرسه وايضا كانوا يقومون بجولات التفاوض نيابه عن زملائهم. سنعود للحديث عن الاسباب استاذ يوسف على كوس، سنعود للحديث عن هذه الاسباب سواء كانت لناشطين او سياسيين او لناشطين في داخل هذه التنسيقيه. الاستاذ يوسف فراشين عضو المكتب الوطني للتعليم في الكونفدراليه يلتحق بنا الآن من الرباط عبر الهاتف. أستاذ فراشين، مرحبا بك. بيان الأساتذة المتدربين، تنسيقية الأساتذة المتدربين يتحدث عن سياسة انتقامية اتبعتها الوزارة في الإعلان عن نتائج هذه المباراة، وهو استبعاد 150 ممن كانوا يقودون هذا التحرك لطيلة أشهر عديدة السنة الماضية. هل توافق هذا الرأي أن هناك سياسة انتقامية، أم أنه وقع الاختيار على من مروا في هذا الامتحان؟ وبالفعل يعني قراءة النتائج بتمعن، وخاصة الأسماء التي
تم يعني في حقها العملية ديال الترصيب وليس رصوب، لأنه ترصيب وليس رصوب، يبين بالفعل بأنه كانت اختيار ممنهج للأسماء التي تم ترصيبها. وهذا التفاف على مطالب ديال السيد المدربين وديال النقابة التعليمية، لأنه سنة ديال النضال من أجل أنه تراجع على المرسومين، وتم الاتفاق وجدنا صيغة يعني حل أو لا حل وسط، أنه كاين محضر اتفاق على أساس أنه توظيف الفوج كاملا. هذه جملة أسطر عليها كاينة في الاتفاق موقع عليه وزارة التربية الوطنية والنقابة التعليمية والمبادرة المدنية ووالي الرباط الذي كان مشرفا على الحوار. وبالتالي نعتبر بأنه هذا الترصيب هو التفاف على هذا الاتفاق. ثانيا، هناك شهادات لمفتشين كتبوا شهاداتهم في وسائط التواصل الاجتماعي، كتبوا بالأسماء هذا الأستاذ فلان فلاني من أحسن الأساتذة وقمت بالإشراف عليه ولا يمكن أن يتم ترصيبه. هذو المفتشين يعني الذين يقومون بالمراقبة التربوية وبتأطير هؤلاء الأساتذة يؤكدون بأن هؤلاء الأساتذة في المستوى ولديهم كفاءة إلى آخره. وبالتالي كل هذه المعطيات تؤكد بأنه بالفعل كانت هناك عملية ترصيب ممنهجة، وتم استهداف مجموعة من الناشطين الذين قادوا حراك الأسيد المتدربين. ونحن كنقابة تعليمية عبرنا عن موقف، ست نقابات تعليمية أكثر تنشيدية عبرنا عن هذا الموقف. هل أستاذ يوسف فرشين، هل يمكن القول أن هذا الاستهداف، أنت قلت أنه مقصود وتنسيقية الأساتذة قالوا أنه مقصود، طبعا الوزارة وكرر أنها ترفض هذا الاتهام وتقول لم يكن هناك أي اتفاق على أنه يمر كلهم جميعا، كون هناك امتحان ينجح ينجح والذي لا ينجح، أنتم تقولون وقع ترسيبهم، لكن هناك من علل عملية الترسيب هذه بأنها استهدفت شريحة معينة، أولئك الذين كانوا يشرفون على تحرك الأساتذة وينظمون هذا التحرك طيلة أشهر عديدة، وكذلك أولئك الذين لهم انتماء سياسي ويقصدون هنا حسب البيانات يقصدون المنتمين لجماعة العدل والإحسان الممنوعة طبعا في المغرب. هل فعلا هذه الأسباب موجودة وواردة في الأشخاص الذين وقع ترسيبهم 150؟ وهذه المسألة دي الجماعة والإحسان لا أستطيع حقا أن أجزم فيها، لأنه نتصل بمجموعة من الإخوان الذين ينتمون للعدل والإحسان وكانوا من قيادات الحراك ولم يتم ترسيبهم. بالتالي كان اختيار ديال سواء في العدل والإحسان أو غيره، كان الاختيار ديال مجموعة من القادة اللي كان عندهم دور قيادي في حراك هاد الأساتذة. أما مسألة ردي وزارة التربية الوطنية فالاتفاق واضح والجملة واضحة، توظيف الفوج كاملا ولا تحتمل أي تأويل، لا تحتمل أي تأويل. طيب أستاذ فرشين، لماذا إذن يقع ترسيب هؤلاء؟ ماذا يشكلون؟ ماذا يمثلون؟ أنا بالنسبة لي هاد الأساتذة المتدربين خلقوا الحدث، لأنهم فرضوا على وزارة التربية الوطنية اتفاقا معينا بعد يعني سنة ديال النضال وبعد تصريحات من رئيس الحكومة التي تقول بأنه لن يتراجع، وفي نهاية المطاف بعد تدخل النقابة التعليمية وبعد تدخل المبادرة المدنية تم الاتفاق على ما وصلنا إليه. لكن للأسف يبدو أنه كانت نية مبيتة أنه فقط يتم استدراج هذه الأساتذة حتى يدخلوا ومن بعد ذلك سوف يتم ترصيبهم. وأعتقد بأنه ما بهذا الشكل ممكن أنه نبني علاقة ثقة ما بين أي حركة اجتماعية وما بين النقابة التعليمية كذلك وما بين الوزارة، لأن إخلال بهذه الاتفاقات الواضحة بهذا الشكل فعلا يضر بأجواء الثقة بيننا. ابقى معي أستاذ فرشين، سأعود إليك أستاذ يوسف على كوش إليك مرة أخرى. خلينا كذلك أخذ رأيك فيما يتعلق بالأسباب، يعني هل فعلا الأسباب انتقامية؟ بمعنى هؤلاء كانوا مشرفين لمدة سنة تقريبا على هذا الحراك وتمكنوا بعد لأي كبير من إلغاء المرسومين اللذين كان يقضيان بعدم ربط التوظيف بعملية انتهاء التدريس، تمكنوا من إعادة عملية ربط التكوين بالتوظيف مباشرة. هل فعلا هناك انتقال لهذه العناصر، خاصة حسب بعض البيانات والأخبار التي استقيناها من وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع المتعلقة بالتنسيقية تتحدث على أنه كان هناك اتفاق أن يقع الإعلان عن نتائج المباراة يوم 2 جانفي هذا الشهر، يعني بداية هذا الشهر، لكن وقع تأجيل الإعلان 18 أو 20 يوم،
اشتغلت وقتها وزارة الداخلية على بعض الأسماء وأعطت لائحة الوزارة بأن هؤلاء الأسماء لا يجب تمريرهم. لا ندري صحة هذا الخبر لكنه موجود ومتداول كثيرا. هل لديك المزيد في هذا الشأن في ما يتعلق بأسباب ترسيب هؤلاء كما تقولون يعني؟ نعم، ضروري أن أقدم شيئا. أولا، نحن كنقابة تعليمية طالبنا بفتح تحقيق في الموضوع، وأيضا تحقيق يتضمن تسلم والوقوف على محاضر المداولات، لاعتبار أن هناك ما يفوق 200 لجنة التي أشرفت على مباريات التوظيف. هذه الأسباب نعتبرها أسباب مباشرة التي قد تبين أو تكشف الضوء على بعض النقاط المرتبطة بعملية الترسيب. ثانيا، بالنسبة للانتماءات، طلعت بشكل شخصي على الأمر في إطار المتابعة، وتبين لي أن هناك مجموعة من المشارب السياسية التي تم استهدافها وليس فقط فصيل معين. بالتالي حتى فرضية يعني الاستهداف السياسي أجدها أنها جد ضعيفة، على اعتبار أن هناك مجموعة من المشارب السياسية وحتى بدون انتماء سياسي قد تم ترصيبه. ولكن هناك سبب خفي غير مباشر، هو أن المعركة كانت أساسا على معركة إرجاع المرسومين لطاولة الحوار، وأيضا يعني تخلي عن فصل التوظيف على التكوين. بعملية الترصيب هذه تؤكد الدولة والحكومة المغربية أنها لا زالت متشبثة بفصل التوظيف على التكوين. بمعنى بعد الحصول على التكوين وبعد الحصول على الدبلوم التأهيل التربوي تم ترصيب 150، بمعنى الإبقاء على المرسومين والإبقاء على فصل التوظيف على التكوين. هذه هي الرسالة الغير مشفرة والواضحة التي ألتقطها مباشرة من العملية. وبالتالي هناك تشبث واضح من أجل يعني الإبقاء على توصيات المجموعات الدولية في تخفيف كتلة الأجور، وأيضا في ما سيأتي وهي إشارات واضحة ولها أهميتها في المستقبل، هو أن هناك 5000 مصيب مالي يجب أن يتم الإعلان عنه في الموسم المقبل في وزارة التربية الوطنية، أي يعني الأساتذة الجدد موسم 2017. وبالتالي هذه المناصب هل ستكون أقل أو أكثر؟ هذا سؤال يحيلنا. هل ستلتزم الدولة والحكومة المغربية بفصل التوظيف على التكوين، أم ستبقي على نفس عدد المكونين يساوي عدد المناصب المالية؟ ابقى معي أستاذ علكوش لو سمحت، لو سمحت ابقى معي، سأعود إليك. أستاذ يوسف فراشين، الآن ما العمل؟ هناك إعلان عن بداية تحركات جديدة من جهة تنسيقية الأساتذة المتدربين، ورفض حتى أولئك الذين ظهرت لهم بأنهم مروا والوزارة طلبتهم بالالتحاق مباشرة ليقع تسجيلهم ويبتدئون شغلهم. هؤلاء كذلك رافضين لهذا الالتحاق ومصرين على إعادة إدراج 150. شنو المطلوب الآن؟ ما الذي ستقومون به يعني؟ هل تتوقعون فعلا أن الوزارة ربما ستتراجع مرة أخرى تحت ضغط الشارع؟ نحن يعني كنقابة تعليمية كيف ما قال الأستاذ علكوش يعني طالبنا بفتح تحقيق في الموضوع، كذلك اتصلنا قمنا بمبادرة داخل النقابة الوطنية للتعليم كونفدرالية الديمقراطية للشغل، اتصلنا بوالي الرباط لأنه هو اللي كان مشرف على الاتفاق، وطالبنا بعقد اجتماع للجنة التي صاغت ذلك الاتفاق، وقلنا بأنه هذه اللجنة من أدوارها وهذا موجود كذلك في الاتفاق ومتابعة تنفيذ هذا الاتفاق، قلنا بأنه يجب أن تجتمع في أقرب وقت للبحث في الموضوع وللبحث عن مخارج لهذه الأزمة التي خلقتها وزارة التربية الوطنية. وطبعا نحن سوف نساند كما ساندنا طيلة السنة الماضية الأساتذة المتدربين في مطالبهم المشروعة، لأنه المطلب الأساسي كان هو ضد فصل التوظيف عن التكوين. أعتقد بأن وزارة التربية الوطنية التفت على مطالبهم ورجعت إلى نقطة البداية وقامت اليوم بفصل التوظيف عن التكوين، هذا هو الأساسي. طيب لماذا يا أستاذ يوسف يعني السؤال هنا مطروح، لماذا لم تلتزم الوزارة بما وقع الاتفاق عليه؟ هل الأسباب لا أدري سياسية، هل الأسباب مادية؟ الوزارة تقول هناك أزمة مالية وبالتالي لا تستطيع توظيف 9000 شخص دفعة واحدة، لماذا لم تلتزم الوزارة بما اتفق عليه؟ السبب الأساسي خلف هذه الأزمة التي انطلقت منذ السنة الماضية، السبب الأساسي هو أن الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة، الحكومة السابقة تصر على أن توقف شيئاً اسمه التوظيف، لن يعود في المغرب شيء اسمه التوظيف، سيصبح كل عاملين في القطاع العام يشتغلون بموجب عقود. واضح. قد شرعت بالفعل
في توظيف 11 ألف أستاذ وأستاذة بعقود عمل لمدة سنة قابلة للتجديد، تجدد كل سنة. هذا هو المبدأ الذي تريد أن تشتغل به الدولة، ونحن نرفضه رفضا باتا خاصة في قطاع التعليم. أستاذ يوسف علاكوش، يعني ما تعليقكم على هذا المبدأ؟ البعض يقول أن هذا مبدأ ربما سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد ويبقي فقط على الأفضل في سوق الشغل، وهو مبدأ الشغل بالتعاقد. الآخرين طبعا ينتقدونه على اعتباره أن الإنسان يدخل في مجال العمل لا يدري متى ينتهي عمله، هل سيواصل أم لا، وبالتالي تبقى حياته كلها نفسيا وماديا في اضطراب غير مستقرة. ما الذي يدفع الحكومة بتقديركم يعني إلى الذهاب في هذا الخيار، اعتماد عقود التشغيل وليس الترسيم كما هو معلوم به على معمول به على الأقل حد اللحظة؟ يعني ضروري أن نذكر هنا في سياقين. السياق الدولي هو أنه يسوقون تجارب دولية التي تنحى منحى توظيف بالعقود على مستوى الجهات، وهناك منحى داخلي التي تحاول هذه الحكومة المتهيئة ولايتها تصريف أزمتها المالية الداخلية عبر القطاعات الاجتماعية وعبر التخلي على القطاعات الحيوية كمثل الصحة والتعليم. وبالتالي هذا التوظيف بوجود عقود هو نوع من الالتفاف على العمل القار الذي نحن كنقابة ندعو إلى ترصينه وترسيخه، لأنه هو السبيل الوحيد لضمان جودة التعلمات. بالتالي أن الاستقرار النفسي والمادي والمعنوي هو الكفيل لخلق جودة التعلمات الضرورية للارتقاء بالفرد والمجتمع، باعتبار المدرسة العمومية هي آلية الارتقاء والحفاظ على الهوية والإنسية وأيضا التطور والنماء. وبالتالي نحن نقول أن هذا التوجه هو توجه يخلو من الحس الاجتماعي، يخلو من الحس الذي يؤطر يعني البعد الاجتماعي في البرامج الحكومية. نعم. ويؤسس للعمل الهش، العمل الذي لا يفضي بالأساس إلى ترصيد كل الخبرات السابقة. بالتالي أن الارتباط بعقود محددة المدة هي عقود التي لا تجعل يعني الموظف يرتبط وجدانيا مع المهنة التي اختارها، وبالتالي هو عمل مؤقت لن يفضي يعني بالمرة وبالمطلق لأي نتيجة تتوخاها الحكومات من خلال ما ترصده من الملايير من أجل إصلاح المنظومة التربوية. طيب. نقول أيضا أن هذا التوظيف بالعقدة هو نموذج جديد يحاولون تمريره أو اختباره على اعتبار أنه تجريب لنموذج توظيف عبر الجهات وترصينه وتخلص الحكومة من عبء وثقل كتلة الأجور للوظيفة العمومية التي تقر كل التقارير الدولية للمجموعات المالية على أن على الدولة المغربية التخلي تدريجيا أو نهائيا عن تحملها لنفقات كتلة الأجور بالقطاع العام وخاصة قطاع التعليم والصحة، خاصة التعليم الذي يشغل أزيد من 300 ألف موظف. شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، كنت معي من الرباط. شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف. فرشينا أعود إليك، كان من ضمن المشرفين على الحوار في شهر أبريل الماضي بين التنسيقية الأساتذة المتدربين والحكومة شيء اسمه المبادرة المدنية، مجموعة المبادرة المدنية، كانت أحد من أشرف على هذه المفاوضات، أحد الأطراف الراعية للحوار. أي دور الآن؟ هل ستأخذ دورها من جديد لتقريب الطرفين والجلوس مرة أخرى على إلى طاولة الحوار؟ نعم، كما قلت لك فالحوار كانت فيه الأطراف، كان المشرف هو والي الرباط، كانت وزارة التربية الوطنية، كانوا النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى المبادرة المدنية اللي هي تضم مجموعة من الشخصيات المدنية والفاعلة في المجتمع المدني. اليوم نحن كنقابة وطنية للتعليم اتصلنا منذ 3 أيام بوالي الرباط وطالبنا بعقد اجتماع لهذه اللجنة، وأكد لنا بأن الاجتماع سوف ينعقد في أقرب وقت من أجل متابعة هذا الملف، لأنه اللجنة مسؤولة على المتابعة على تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، وسوف يحضر مسؤولون عن وزارة التربية الوطنية وسوف نبحث عن إمكانيات الخروج من هذا المأزق الذي وضعت وزارة التربية الوطنية فيه نفسها، والتي خلقت مبررا لتوتر غير محسوب غير محسوب من طرفها. ونحن نعتبر بأن هذا الأمر
سيأتي في سياق متسلسل لضرب المدرسة العمومية بشكل عام، لأنه يجب أن نأخذ في عين الاعتبار بأنه منذ أيام خرج قرار أو رأي بضرب مجانية التعليم، ثم قرار بالتعاقد عوض التوظيف، ثم اليوم تصفيف الأساتذة، بمعنى أنه كاين مخطط ومنهج لضرب المدرسة العمومية والتعليم العمومي بشكل عام. طيب أستاذ يوسف أبقى معي، سأعود إليك لمواصلة هذا النقاش. ينضم إلي كذلك من لندن المحلل السياسي والناشط الحقوقي الأستاذ عادل بن كالها. سيد عادل مرحبا بك. إذن ما الذي يمكن قوله في هذه الإشكالية بين الأساتذة المتدربين وبين الحكومة؟ اتفاق في شهر أبريل الماضي يقضي بالدخول في هذا الامتحان بشكل شكلي، ومرور الجميع، إلا أنهم يفاجأوا بأن هناك 150 وقع ترسيبهم، هكذا يقولون، لأنهم أشرفوا على التحركات التي استمرت أشهر باسم طبعا الأساتذة المتدربين. من يريد يعني تعكير الوضع؟ لماذا لم تلتزم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بما اتفقت عليه مع الأساتذة في شهر أبريل الماضي؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا لم أفهم، إذا كان هناك امتحان وهذا الامتحان يخضع له سائر الطلبة أو المعلمين المتدربين، ثم بعض منهم نجح والبعض رفض، كيف يمكن أن يصطلح على هذا الأمر بترسيب المتعلمين أو بترسيب المعلمين؟ أنا لا أعتقد أن هناك شخص سيرسبهم عمدا، وإن كان الأمر كذلك فهي فضيحة كبرى. إذن الحل موجود على هؤلاء الذين رسبوا، لهم أوراقهم، ثم تمشي إلى ناس غير لم يكونوا من قبل أساتذة ويعاد تصحيح، فتعاد تصحيح هذه الأوراق، وبالتالي إذا نجح هذا الطالب نجح، وإذا رفض رفض. أنا لا أعتقد أن هناك جهة سترسب عمدا، هذا كلام غير صحيح يا أستاذ عادل. أنا طبعا سأفتح النقاش مع الضيف من الرباط ربما ليعلق على ما ورد من كلامك، أنك لا تفهم هذه المباراة، هناك ناجح وهناك راسب، لماذا كل هذا الإشكال من 9000، وين العدد؟ 9129 نجحوا، 9000 من أصل 9279 نجحوا، 9129 نسبة النجاح، 98.38. أنت تسأل تقول لماذا؟ طبيعي أنت تقول طبيعي أن يكون مباراة فيها الناجح وفيها الراسب. هم يقولون أن هؤلاء 150 كلهم كانوا مشرفين على التحركات، ثانيا كلهم متميزون يعني حتى في دراساتهم وبشهادة الأساتذة. خلينا نعود للأستاذ يوسف فراشين معي من الرباط، ربما له تعليق على هذا الكلام أو على اعتراضك كذلك. تفضل يا أستاذ يوسف. تعليقي هو أنه على الأستاذ أن يعود لسياق هذه القضية منذ البداية، لأنه يجب أن يعود إلى أن النظام الذي كان معمولا به هو أن الأستاذ يخضع لمباراة لولوج المركز، وفي هذه المباراة يتم امتحانه هل هو كفء، هل هو يعني يتوفر فيه الحد الأدنى من المعرفة للتدريس، ثم يقوم بسنتين من التكوين يخضع خلالها كذلك الامتحانات، وبعد ذلك يتم توظيفه. جاءت حكومة بن كيران وقالت بأنه يجب أن يخضع لنفس هذه المسطرة، وبعد أن يتم ولوجه إلى مهنة التدريس سوف يقوم بمباراة للتوظيف، من نجح سوف يتوظف ومن لم ينجح فليبحث عن عمل في قطاع آخر، يعني في القطاع الخاص أو غيره. هذا هو السياق. وكان نضال النقابات التعليمية وهذه الأساتذة المتدربين ضد هذا المبدأ، وكان تمسك من طرف رئيس الحكومة بمرسومه الذي يقضي بفصل التوظيف عن التكوين، والصيغة يعني التي تم إيجادها من طرف اللجنة كحل وسط بين تمسك رئيس الحكومة وبين نضالات الأساتذة المتدربين هو هذه الصيغة، ومحضر اتفاق على أساس أنه سوف يتم توظيف هذا الفوج كاملا، لأن هذه الأساتذة ماشي جاو ما خضعوش للتكوين وما خضعوش للامتحانات،
سبق لهم خضعوا لعدة امتحانات. طيب هنا نقطة الخلاف يا سيد يوسف الرشيد، أن الوزارة تقول لم يقع الاتفاق على توظيف الفوج كاملا، الاتفاق على توظيف من يمر يعني من ينجح في المباراة. يا أخي الاتفاق تم نشره وموجود وممكن أن أرسلها لكم، أن الاتفاق فيه جملة واضحة توظيف الفوج كاملا، الجملة واضحة في الاتفاق وموقع عليها المسؤول. نعم. الذي يمثل وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية. يعني يا أستاذ يوسف بالنسبة إليكم أنتم فوجئتم بأنه لم يقع توظيف الفوج كاملا وأن وقع عزل 150 ولذلك تقولون وقع ترسيب. أستاذ عادل ما ردك؟ يعني اتفاق بينهم وبين الوزارة وزارة التربية يقضي بدخول مباراة شكلية وبعد ذلك يقع تمرير وتوظيف الفوج كاملا دون نقصان. طيب عندي تعقيب على الأخ الكريم الأخ يوسف. تفضل. أولا الحكومة كما يقول حكومة بن كيران كما يقول، هذه الحكومة هي تعاقدت مع هؤلاء الطلبة الذين قدموا إلى مدرسة المعلمين أن بعد أن ينتهوا التكوين ليس هناك عمل أوتوماتيكي يعني. وده في العالم، في دول العالم التكوين لا يخول لك العمل مباشر، هذه في كل دول العالم في كل ديمقراطيات العالم. أخي كريم، هذه الحكومة التي فتحت المجال لهؤلاء الطلبة وأعطتهم اختبار بعد أن يتكونوا هذا أمر عادي. ثم نجح 98%. أنا أرجع وأقول لأخي يوسف، الذين حركوا المعلمين من قبل ومع بداية حكومة بن كيران ومع الاتفاق هم الذين يحركونهم الآن. إنها أمور سياسية لا يريدون الخير لهذه البلاد، لا يريدون الاستقرار للمغرب. هؤلاء ناس وراء الستار، عفاريت وتماسيح هم الذين يحركون هؤلاء الأبرياء. نعم. لو أنا في مكانهم سأقدم مرة أخرى وربما سأنجح إن كان هذا الأمر مفتوحا. أما أن أقول ترسيب ورصبوني وعمدا لأنهم تحركوا كذا، هذه جهات تحركهم وسيكشف أمرهم فيما بعد. يعني أستاذ يوسف ما ردك؟ يعني هذا الظاهر من جبل الجليد يعني كما يقال، هذا الرأس فقط هو أساتذة ومتدربين وشغل وتوظيف وربط للتوظيف بالتكوين، لكن الحقيقة حسب سي عادل بن كالها أن الأمر سياسي وأن هناك أطرافا سياسية هي التي تحرك هذا الملف. في هذا الكلام سمعناه من وزير الداخلية وثبت غير ممر بأنه الطلبة فيهم ناس غير منتمين، فيهم ناس ينتمون إلى سيارات سياسية مختلفة، فيهم أغلبيتهم غير منتمين لسيارات سياسية، دونك هذا الكلام تم حسمه منذ مدة. أما بالنسبة لكلام الأستاذ عن أنه هذه الحكومة فتحت المجال لهؤلاء الأساتذة، أقول له بأن المدرسة العمومية اليوم تحتاج إلى 30,000 أستاذ، وأقول له بأنه قرار حكومة بن كيران المرسومين، هذا نقاش قانوني فتح السنة الماضية، تم الحسم فيه لأنه المرسومين جاء بعد دخول هؤلاء الأساتذة للمراكز، معنى أنه لا يطبق القانون بأثر رجعي، والمسألة تم حسمها بشكل قانوني السنة الماضية كان فيها النقاش. وبالتالي مسألة ديال المرسومين حسمت بالاتفاق، قلنا بأن الاتفاق هو حل وسط بين تمسك رئيس الحكومة بالمرسومين وتمسك الأساتذة المتدربين بالتوظيف، وتم الاتفاق ما بين جميع الأطراف على أن هذا الفوج سوف يوظف كاملا، على أساس أن المرسومين سيعودان إلى طاولة الحوار ما بين النقابات والوزارة من أجل تعديله. هذا اتفاق. أنا لا أفهم كيف أن حكومة تؤسس لمنهج الإخلال بالاتفاقات، الإخلال بالالتزامات. هذه مؤسسة، هذه دولة. نعم. دولة توقع على اتفاق وبعد ذلك تلتفوا عليه وتراجعوا عنه وتقول بأنه هناك مرسومين وليس هناك. طيب أستاذ يوسف واضح. نعم. واضح. خليك معي قبل أن أعود لأستاذ عادل. نعم. بن كالها، أذكر المشاهدين الكرام أنه منذ اللحظة يمكن التواصل معنا عبر الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة للحديث حول هذا الموضوع
مسألة الأساتذة المتدربين والمنظومة التربوية بصفة عامة التي يتهم البعض فيها الحكومة بأنها تسعى إلى القضاء على المدرسة العمومية وبالتالي توفير أسباب نجاح لمدارس خاصة وبالتالي لن يدرس إلا من عنده فلوس وأموال. هذا هو حديثنا بصفة عامة. تتصلوا بنا عبر هذا الرقم وأحد رأيكم مرحب به. أستاذ عادل بن كارها إليك مرة أخرى، يعني لماذا دائما حينما تفشل الحكومة، لما تفشل الحكومة في مواجهة مثلا تحرك مثل هذا استمر أشهر ونال هؤلاء حقوقهم، ترجع إلى التعليل والله أن هناك أحزابا وهناك أطرافا من الداخل ومن الخارج تستهدف الحكومة وأن هناك أغراضا سياسية، كل الحكومات حينما تفشل تبرر هذا. هذا السؤال أود منك الإجابة عنه بعد أن أتلقى بعض الاتصالات. محمد من الدار البيضاء. محمد، السلام عليكم سمير. تفضل. وعليكم السلام. يا أخي منذ نعومة أظفاري وأنا أعرف أن مدارس تكوين المعلمين والأساتذة عندما يتخرجون مباشرة من هذه المدارس يوظفون مباشرة، لكن بن كيران وعصابة البي جي دي هم يريدون. لا لا، تحفظ على هذه الكلمة محمد. لا لا، اسحب هذه الكلمة. لا لا، اسحبها. يا أستاذ، يا أستاذ محمد، يا أخي محمد، يا أخي محمد، اسحب هذه العبارة. يعني هل الاتهامات عصابة وكذا ما لا تليق يعني بكم أنتم أصلا كمغاربة. خلينا نتناقش بهدوء بعبارات محترمة. تفضل. نعم يا أخي، بن كيران عندما جاء إلى الحكومة منذ سنة 2011 وهو يخرب جميع القطاعات وجميع المؤسسات، هو يريد تخريب المغرب ككل. فمثلا أعطيك مثالا، فهو يملك مجموعة مدارس خاصة، فأين هم المعلمون الذين توظفهم هذه المدارس الخاصة وجميع المدارس الخاصة في المغرب؟ أتعلم من يعمل في هذه المدارس الخاصة؟ إنهم معلموا القطاع العام، هم من يعملون. لماذا هذه العطر عشرة آلاف إطار لم يرسلوا جزءا منهم إلى المدارس الخاصة؟ لأنهم يوظفونهم في القطاع العمومي، ومن ثم يعملون في القطاع الخاص، ومن يدفع الثمن هم أبناؤنا، هم أبناؤنا. هناك عندي لوم للأساتذة المتدربون. طيب محمد، شكرا لك، نكتفي بهذا القدر. اسمح لي أخي لأنه في اتصالات كثيرة. ليلى من فرنسا. ليلى. نعم. تفضلي أختي، تفضلي. شوف خويا، هذا السيد اللي فات من قبل وقال لك باللي حتى الدول الاوروبيه تدير الامتحان وباش توظف وكلش. قول له احنا يا الدول المغرب العربي ما نجموش نقارنوا احنا بالدول الاوروبيه. هذه وحده. نعم، بصح الا قارنا روحنا بها، الا قلنا نديروا كيفهم في كل شيء. صحيح، اللي يخدم عندها سالير واللي ما يخدمش يتوشي الشوماج. نعم، فهمتني؟ فهمتك، واضح. يعني ما يقعدش واحد الا خدم ياكل كسره، ولا ما يخدمش ما ياكلش. عندهم كل اللي يخدم كل اللي ما يخدمش ياكل، وكلها على حسابه. نعم نعم نعم. وثاني عمرنا ابدا، هذا من المستحيل نقارنوا روحنا احنا دول المغرب العربي بالدول الاوروبيه. واضح. شكرا لك يا اختي ليلى. شكرا لك اختي ليلى، اسمحي لي على المقاطعه. حسن من الرباط. تفضل يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي أنا أب ديال أستاذ متدرب. نعم. الله يخليك. على أن المرسومين والعمل اللي قامت به الحكومة قانونيا غير جائز. كيفاش؟ وبالتالي فعملية التوظيف. كيفاش غير جائز يا حسن؟ كيف؟ غير جائز لأن مباراة التوظيف. نعم. لا تخدع لأي مقياس. لأن الأساتذة المتدربين. نعم. دازوا من امتحان دخول المركز. نعم. دازوا من امتحان الشهادة التأهيلية. دازوا من اجتياز الامتحان ديال آخر السنة، وبالتالي فهم الآن كيخضعوا الامتحان. نعم. آخر، علاش؟ لأنهم باش يتوظفوا، وهنا كاين واحد الهاجس مالي على أنهم يوظفوهم سنة 2017. واضح. وبالتالي هما يتكونوا في 2016. ثم إضافة لهذه المسألة، هذه على أن الطلبة الأساتذة المتدربون ما توصلوش بالمنح ديالهم. الحدود الساعة الآن ما توصلوش بالمنح ديالهم.
الا من حسين. ثم كاين المساله ديال الخصاص ديال 10,000 استاذ سدوا بهم الخصاص اللي كان عند الدوله 30,000 استاذ، وبالتالي بغاو يتخلصوا من هاد ال 150 استاذ متدرب. حسن ابنك ابنك مع اللي مر ولا مع اللي رسبوا؟ ابني مع اللي مروا. لكن وانا يوم الاحد المقبل ان شاء الله غادي نكون في الاعتصام اللي غيكون في الرباط. واضح. مع هاد الاساتذه ال 150 كنضامن معاهم قلبا و قلبا وقالبا. شكرا لك يا حسن، بارك الله فيك على هذه الشهاده. محمد من طنجة. محمد انقطع الاتصال بالاخ محمد، اعود لعادل بن كال. طيب محمد، محمد من طنجة، اعود للاخ عادل، الاستاذ عادل بن كال. استاذ عادل رد على السؤال الذي حطيته قبل قليل، الاتصالات تنتظر قليلا، الذي القيته قبل قليل فيما يتعلق بهذه الاسباب، تبرير يعني دائما ان هناك اطراف سياسيه تقف وراء اي فشل للحكومات، خاصه في المغرب اليوم في حديث على ان والله هناك فشل لان هناك اسباب سياسيه وهناك من يحرك هؤلاء. تفضل. فقدنا الاستاذ عادل بن كالها. محمد بن خريبكة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية لك يا استاذ. الله يحييك، تفضل اخي. أنا لدي تدخل بسيط، أنا أرجو من بعض المتدخلين أن يحتطموا أنفسهم، لأن في الحقيقة هذه القناة يعني غايتها هي وهو يعني أن تضع النقاط على الحروف. أقول في الحقيقة يعني الحكومة ليس لها لا ما تغير ولا زيادة ولا نقصان، الحكومة دائما هي في وجهها. في الحقيقة بن كيران يعني كل من أتى أن يجعله شماعة. أنا لا أدافع على بن كيران، أنا أقول بالنسبة للتعليم عندنا في المغرب هنالك في الحقيقة يعني بالنسبة للتعليم العمومي يعني الأمور سائرة يعني كما هي عليه، يعني إما في الحقيقة بالنسبة للتعليم الخاص هو لديه أهمية وهنالك مدارس مستوى عالية، هذا شيء مفروغ منه. نعم. بالنسبة للناس البسطاء في الحقيقة يعني لا يستطيعون أن يليجوا هذا التعليم. إجمالا أنا أريد يعني من بعد المتدخلين مع احترام لهم أن يحترموا يعني الكل، وهذه القناة هي نزيهة يعني للرأي والرأي الآخر. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أم نضال من الرباط. أم نضال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. أنا أخي أم أستاذ متدرب. نعم. من الرباط. نجح ولا ما نجحش؟ نجح، ولكن نجح غير كامل. بما ان الاخرين رسبوا فالنجاح فالفرحه غير مكتمله. لماذا؟ لان اولا هؤلاء الاساتذه يجب ان لا يخضعوا للمرسومين، لان المرسومين جاءوا بعد اجراء المباراه وبعد نجاحهم ودخولهم مراكز التكوين. اذا فالدوله تراجعت عن هذا القرار، وبالتالي فهؤلاء الاساتذه المتدربون هم انتاج المباراه بنجاح وبداوا في العمل في عملهم بالمؤسسات وعينوا بمراكز التدريب، وبعد ذلك طلب منهم اجتياز المباراه شكليا واضعوا سطرا تحت شكليا، لان المباراه كانت فقط لارضاء رئيس الحكومه السيد بن كيران. ولما انهم نجحوا يجب وتم الاتفاق على انجاح جميع الاساتذه المتدربين. الاكثر من هذا ان اكبر سوء شعر لاكبر اعاقات ومشاكل وصعوبات هو هذا الفوج ديال المرسومين المشؤومين. اولا تم التنقل من مدينه الى اخرى لاجتياز المباريات الشفويه والكتابيه. نعم. وتعلم بانهم لم يتقاضوا المنحه التي حددت لهم طيلة السنة. نعم. تصور معي بأن هؤلاء الأساتذة المتدربين يعانون من نقص المادة، ثم التنقلات، ثم كثرة الامتحانات، ما يناهز 5 مباريات اجتازوها كتابيا وشفويا، والآن تم ترصيد 150 أستاذ متدرب. لا يعقل اطلاقا ان يتم التراجع عن الاتفاق الذي تم في شهر ابريل. لهذا فانا اتضامن مع هؤلاء الاساتذه المتدربين الذين اعتبرتهم الدوله او الحكومه راسبون، بل هم في نظري ناجحون 100%. لهذا ساتضامن معهم وساحضر المسيره معهم. يا
إن شاء الله يوم. شكرا يا أم نضال، نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيك. والزاني من الرباط، والزاني، والزاني طيب، فقدنا والزاني كذلك. أستاذ يوسف، ما تعليقك في ختام هذا هذا الحوار؟ يعني يبدو أن هناك تعاطفا كبيرا حتى من المتصلين مع هؤلاء الأساتذة المتدربين. هل سيدفع هذا الحكومة أو الوزارة إلى مراجعة على الأقل قرارها وإلحاق ال 150 يعني من 9129 يعني تضيف لهم 150 لن يغير شيئا ولن يسبب عجزا ماليا للوزارة يعني كما يقول البعض؟ هاد السيد المتدربين قدموا تضحية كبيرة، يجب أن نعرف بأنه كان المفروض توظيف 7000، الحكومة كانت مستعدة لتوظيف 7000 منذ شهر سبتمبر شتنبر. نعم. ولكنهم بعد الاتفاق فضلوا أن يتم توظيف الفوج كاملا، بمعنى أن مجموعة 9000 أستاذ ضحوا، 7000 أستاذ ضحوا بتوظيفهم منذ سبتمبر إلى شهر واحد إلى يناير من أجل أن يتم توظيف الفوج كاملا. واليوم تأتي الحكومة وتأتي وزارة التربية الوطنية للالتفاف على هذا الاتفاق، وبالتالي نحن نطرح أولا هذا الموضوع ديال فصل التوظيف عن التكوين، لأنه الأستاذ عادل كيتكلم على فصل التوظيف عن التكوين، ما الغاية، ما الحكمة من فصل التوظيف عن التكوين؟ هؤلاء أساتذة قاموا بامتحان من أجل ولوج المراكز، وامتحان من أجل اجتياز السنة الأولى إلى السنة الثانية، ثم امتحان آخر من أجل التخرج، والآن نقول بأنهم أساتذة رسبوا بأنهم أساتذة غير مؤهلين للتدريس. إذن الحكومة غايتها هو ضرب المدرسة العمومية والتعليم العمومي بشكل عام. واضح. يريدون أن يتجهوا طيب. إلى التعاقد، يريدون أن يتجهوا إلى أن يصبح طيب. المدرسة العمومية مؤدات عنها. نعم. وهذا الشيء كله سوف نرفضه وسوف نتضامن مع المسلمين وسوف نواجه كل هذه المخططات. شكرا. شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف رشين، عضو المكتب الوطني للتعليم في الكونفدرالية الوطنية للشغل، كنت معي من الرباط عبر الهاتف. الشكر موصول إليكم مشاهدي الكرام على المتابعة، موعدنا بحول الله يتجدد غدا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.